السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير أحبتي ومتابعين قناة القاضي للأسماء. نقدم لكم اليوم أسماء أولاد توأم وصفاتها. مشاهدة ممتعة. زيد وزين، إن كنت تبحثين عن أسماء قصيرة ومتشابهة، قد يكون اسم زيد وزين مناسب لأطفالك، كما أن هذه الأسماء عصرية ورائجة. اسم زيد يعني الزيادة أو يزيد على الشيء، أما اسم زين فهو اسم ولد ويعني الطفل الجميل وحسن المظهر. غيث وليث ينطبق على اسم غيث وليث ما ينطبق على اسم زيد وزين، فهذه الأسماء قصيرة ودارجة ولا تعتبر قديمة. اسم غيث يعني المطر، في حين أن اسم ليث يعني الأسد. شادي وفادي، هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من أسماء أولاد التوأم، والتي تشمل أيضا اسم شادي وفادي. هذان الاسمان يختلفان بحرف واحد، لذا يميل الكثير من الأهالي إلى اختيارهم لأطفالهم التوأم. اسم شادي يعني الشخص ذو الصوت الجميل أو العذب، أما اسم فادي يعني المنقذ، وقد يطلق كناية للمسيح أيضا. حسام وعصام، بشكل عام تعتبر هذه الأسماء من الأسماء القديمة والتي لا تزال رائجة. اسم حسام يعني السيف، في حين أن اسم عصام يعني العهد والأمان. يمان ويامن هما اسمان متشابهان جدا، لذا قد يكون اختيار الأم الحامل بتوأم أولاد على الرغم من تشابه الاسمان، لكن هل يحملان نفس المعنى؟ اسم يمان يعني الشخص المبروك أو المبارك، أما اسم يامن فهو الشخص الذي يستخدم يده اليمنى، كما قد يعني في بعض الدول العربية الشخص المبارك أيضا. أوس وقيس هما من الأسماء العصرية والقصيرة والتي تدرج تحت قائمة الأسماء أولاد التوأم. اسم أوس يعني نوع من أنواع الشجر، أما اسم قيس يعني الحب والرومانسية. عدي ولؤي يشيع استخدام كل من اسم عدي ولؤي في بعض الدول العربية، لكن ماذا تعني هذه الأسماء؟ اسم عدي يعني الشخص المقاتل والذي يسرع في القتال، أما اسم لؤي فهو يعني الإبطاء وعدم التهور. في نهاية الفيديو أسأل الله سبحانه وتعالى لكم السلامة، الله يصلح الحال ويهدي البال لنا جميعا. كان معكم مقدم الحلقة حسام شاكر، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وانتظرونا في الفيديو القادم. تحياتي لكم.